السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. شويه بركه كنقول لكم الخوت، مرحبا بكم في الحلقه الجديده. المهم ان شاء الله غنهضروا على واحد الحاجه. المهم هذا الفيديو يكون قصير، نوصل لكم واحد الخبر اللي هو كاذب، واحد الاشاعه اللي خرجت مؤخرا. وشنو كنت باغي نقول لكم مازال؟ المهم تابعوا الفيديو باش نمشيو فيه. عن حشره تقتل من اول لدغه. هذه الحشرة شبيهة بين الدبور وبين النحلة، فيها شبه من الدبور والنحلة، وهي في حجم النحلة زي ما تشوفون. قلت لكم أنه واحد وصلني البارح واحد الفيديو اللي تشوفوا فيه دابا، أنه واحد النحلة دايرة بحال النحلة ولا مع الطربوزية ولا شنو داك الشيء، أنه تتقرص ديال البيو وصافي تتموت. دي الساعة ديك اللحظة صافي تتصليو عليك صلاة الجنازة وداك الشيء. وهذا كما قلت لكم الاخوان، انه هاد الذبابة خرجت قال لك كاين في الهند. المهم هذا الفيديو اللي وصلني غير البارح بالليل، قيسة ديال السحر، قال لك انه خرجت من في واحد المدينة في الهند، ياك نسيت على سميتها، خرجت من تما وكذا وهادي، وداك خينا اللي تيصور لك الذبابات وداك الشيء وهذا وبنان مليح في الارض ومفرش في الارض، فهمتيني؟ اثر عليا هذاك سميتو صلاح الدين العمري، اثر عليا وليت نهضر بحالو. كيما قلت لكم الخوت، مضحك جدا. صافي هذا الشيء اللي كاين، هذا هو الخبر اللي وصلني البارح. اليوم قلت ما يمكنش كيفاش هذا الشيء، واه كورونا مازال حتى مسالينا معاه، وجا لنا الشوط الثاني ما جاتش. بزاف ستوري صافي، وحنا نقولوا نمشي نقلب على الخبر هذا كيفاش شنو وقع، شنو هذه. ملي مشيت قلبت طاق طاق طاق، صدر من واحد الصفحه اللي هي خاصه بالاخبار في برا، انه واحد الصفحه ايضا عربيه كتقول لك ان هذا الخبر هذا اشاعه، وانه لا محل له من الحقيقه، زعما ماشي حقيقي. داكشي اللي كاين، مشيت تنبحث مازال شنو زعما كيفاش بنادم اصلا باين بلي داك الفيديو وقع في ديك الوقيته، زعما في هاد البلاصه ما نقولوش فيلم او لا شي حاجه. السبب ديال انه بعض المصانع اللي كاينين في ديك المدينه تطلق منهم بغلط، تطلق منهم غازات اللي هي سامه، غازات سامه اللي درات فيها مجموعه ديال الاسر ومجموعه ديال الناس اللي كانوا برا. داكشي اللي كاين. صافي هادشي اللي وقع وكذا، يعني بنادم دغيا طلق على اشاعه دغيا قال لك لا هادي، هادشي كله الخوت هيكدو. داكشي اللي كاين، ونتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم وما سقيتش بكم. يلا تشلار.